عليكم السلام ورحمة الله. صباح الجمال. تعمل ايه يا اسطى؟ بشرب سجارة. تشرب سجارة؟ اه يا عم. في ايه؟ لا يا عم، احنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم ربنا يجعلنا من المتقين يا عم. يا عم طب الريحة، طيب وانا قاعد راكب معاك ازاي؟ انا انت بس تولع سجارة وانا راكب معاك. يا عم الرب الصف حلو قوي. الصف حلو يا عم، اشربه في بيتك يا عم، انت دي عربية اكل عيش. معلش يا عم الحاج هطلعها بره. طلعها بره يعني لو قابلنا لجنة ولا قابلنا أي حاجة هتقول له معلش مطلعها بره؟ يا باشا الصف حلو قوي. اصطفت ايه وخرا ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ قلت لا في ايه؟ احنا داخلين على ايام مفترجة. طب جربها. طيب اجرب ايه واعمل ايه بس؟ يا عم الصف اسمها الاستفية هنا ياما. ياما ايه بس؟ صباح الفل. ايه يا اسطى في ايه؟ طب جربت شنكلني وشنكلك؟ يا عم بلاش يا عم، معلش افتحها. افتح لك ايه وخرا؟ انت هتمسكني خرا في ايدي يا عم. افتحها. افتح ايه بس يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ افتحها يا عم، انا خرمان. خرمان؟ خرمان على نفسك يا عم، في ايه؟ وطلع ام الخرا دي بره عشان الريحه يا عم والزفت. اركن نفسي على جنب بس يا عم. اركن يا اسطى على جنب يا اسطى. خلاص بقى. طب انا خلاص ارمي باللي في ايدك دي وانا اتوصلت. انا جاي عليا يا عم. انا مالي انا جاي عليك؟ ما تقعد في بيتك يا عم. والله الدنيا جاي عليا واحد، كل ما بتيجي عليا اطلع اجري شمال ورايا يمين ورايا. طب وبعدين؟ ما انا كده برضه يا اسطى. بس صل على النبي كده بس، وارمي الحاجه اللي في ايدك دي يا اسطى عشان ما تتنرفزش يا عم. ماشي يا عم الشيخ اهو. هو الجنب خلفه. طب اقول لك، انا اقول لك على حاجه. جرب انت شكلك والله العظيم. ما يا عم والله اي حاجه تتخيلها في دماغك عملناها وربنا تاب علينا. لا واحنا لا عاوزين لا يا عم عندنا عيال ابوس ايدك عايزين نربيها يا عم. انا سيك هم يا عم. هم ايه وخرا ايه بقى؟ دي مش بتاعتك انت بقى يا عم. خد ده معلش عشان خاطري بعد اذنك. طب بلاش بلاش حسافيه انا. استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم يا عم. بلاش الحسافيه انا. هديك شنكلني بلاش تبرجلني يا عم. ولا برجلك ولا شنكلك يا عم. ينفق. طب وبعدين بقى معاك يا حاج بقى يا عم. بلاش يا عم. سيب بقى ام الخرا اللي في ايدك ده بقى. احنا ماشيين في شارع الناس تقول علينا ايه؟ واحد بدقن جنبك وايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ يا عم بكر يا عم. يا حاج مالك يا حاج؟ بقول لك ايه والنبي استركن على جنب عشان هعمل مشكله. مفيش يا عم. ربنا يا عم ما يجيب مشاكل. الايدين دي للاكل. طب بلاش يا عم. ده انا اتصل لك اجيب لك حته طريه ما تكونش مدربه. لا اله الا الله. اجيب لك حته طريه ما تكونش مدربه تنسيك العم والفقر يا عم. ابوس ايدك. انا مش عايز اروح يا عم. اركن على جنب بعد اذنك عشان انا مش عايز اركب معاك يا عم. يا عم اوعى. طب خلاص هتفق معاك على حاجه. انا هوصلك مشوارك وعادي. طب يا شيل ام الخرا اللي في ايدك دي عشان نشوف الدنيا فيها ايه. ما بعرفش اتعامل. ما بعرفش اتعامل. ما مش هينفع. مش هينفع خلاص. على فين مظلوم؟ تعالى يا باشا. تعالى. سلام ورحمه وبركاته. اغلى على طريقنا. على طريقنا. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي يا غالي. يا عم النبي عشان خاطر ربنا شيل الخرا اللي في ايدك دي بقى عشان ما تنرفزناش بقى. ايه ده؟ في ايه؟ قاعد خرا من اول ما ركبت معاه قاعد يولع. يا جدعان الدنيا جايه عليا يا جدعان. اصل طب اقول لك ايه والنبي عشان خاطر ربنا. بيشرب بتاع في بيشرب واحنا ماشيين وانت بص يا عم. مالك بيشرب يا عم؟ بشرب يا عم. يا عم عشان خاطر ربنا. يا عم احضر. اركن على جنب. يا عم احضر. انا كنت بديله حاجه الحسافيه ان هم ما عجبتوش. يا عم ياما ايه وابويا ايه يا عم؟ اديته شنكلني وما تبرجلنيش ما عجبتوش. بس عيب قوي اللي انت بتعمله. احترم اكل عيشك حتى يا اسطى. يا عم انا محترم اكل عيشك. عيب قوي اللي انت بتعمله ده اقسم بالله. وايه العيب؟ عيب تشرب لوحدك. ها هو ده الكلام يا باشا. يا باشا الحلاوه دي. يا سبع كنت تشرب. انا قلت يا باشا. انا مش والله علي يا كبير. والله له يا باشا بالراحه بس عشان انت يا عم. يا باشا اللمبه اللمبه. الراجل ده بقى عارف مصلحته.
طب بعد اذنك ايه يا باشا الحلاوه دي؟ انت مش عارف مصلحتك إيه بس اركن على جنب بس عشان انا خد يا باشا السجاير. ايه ده؟ خد يابا معاك ميه؟ اه دي 8% هتعجبك. ايه الحلاوه دي يا باشا؟ ايه ده؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ كرع صاحبي. ايه يا باشا؟ رجع على ايدي يا عم، رجع على ايدي. ما تقفش بس انا مؤاخذة. ايه يا عم؟ بتاكسي بقى على كمان ايه يا اسطى؟ بقول لك ايه يا صاحبي؟ صاحبي ده في البيت عشان خاطر ربنا يفتح ايدك دي عشان الاكل. لا لا لا. تاكسي بقى على كمان ايه؟ الراجل ده فاهم مصلحة. بقول لك يا مش نسوان حته طريقه بس مطربه جه بقى يا باشا. هات معانا ايه يا باشا؟ انت مالك مش ليك ايه ده يا باشا؟ بعد اذنك والنبي انت يا عم روح على حالك يا عم. ايدك دي قلت لك للاكل بقى قلت لك ايدك دي للاكل. تكلمني وتقول لي حلال وحرام وانت لابس الاحمر يا عم احمر ولا اخضر انت مالكش فيه. بقول لك يا باشا 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 هو اتلغت من زمان يا نجم بقى بعد اذنك يا باشا. مالك كده ادينا باشا ميه باشا. بقول لك ادينا باشا. تصدق انت تقيل قوي يا باشا. اشرب اشرب خد اشرب. ما تقولهاش تراجين بس يا عم. اشرب يا عم بس بعد اذنك. اشرب ما تتكسف. انت مش عارف مصلحتك يا عم. انت جاي عليا يا عم. ما تيجي عليك ولا تخريك يا عم. يا عم زقش يا حاج. انت راجل كبير قد ابويا. زق مين بس يا عم والنبي؟ واوعى الشغل اللي انت بتعملهم دول. ايه ده؟ قلنا للاكل. لا والحاجات التانيه كتير. ليه بقى؟ يا باشا هو ده شغل. شكلكم مستعجلين. هو انا شغل ولا تشغلوا بالكم؟ انتوا معاك ابو علي. اخوك ابو علي فارس الطريق يا عم. على الله ملقبني بفضل الله وسط اصحاب التكسيكي فارس الطريق. والله الحمد لله مفيش حد من صحابك اما ان رجاله يحصل له حاجه الا ويكلم. اقسم بالله بفضل الله اديها واكون عنده. انت على وضعك. الواد كريم ابو سمجه ده عيل صاحبي كده يعني البفه بتاعي. انت على وضعك. حصل معاه حوار ابن يزين. حكينا شباب. والله عيال سب بتوع الدايري في عز الدور. رن عليا رن عليا على الموبايل. انت عملت ايه؟ ولا اي حاجه. كملت النوم. انا قوم ليه يا عم؟ عارف. لا بس الحوار الكبير اللي حصل معايا كان ابن لذينه ده بجد بقى وبامان. كنت ماشي انا فاطمه بنت عم على شط المايه بنحكي وبنتسال. طلع الحوض خطف مني فاطمه ونزل بقى المايه ما سبتوش. نزلت وراه قفشت الحوض من رقبته ومتزنق عليك كده فاهم انت بالباي والباي كده. ايه امشى بنت لذينه يا راجل. والله الحوض وشه مر يا ابو علي يا ابو علي. قلت له عم يحط في فاطمه. لا هوبا تف فاطمه. الحمد لله. اول ما تف فاطمه حطها وطلعت بيها على البحر عادي قدام الناس والحمد لله. يعني انت على كده بتعرف تعوم؟ بعرف اعوم. بقول لك انا بطير في الجو. بطير في الجو بيشخ رابسه. ايه؟ صلى على النبي عليك. بيشخ رابسه؟ بيشخ رابسه؟ والله يا عم بندردش مع بعضينا. انا حصل معايا حوار بامانه رجاله احكي لكم عادي. يا عم احكي يا شباب. احكي يا شباب. ماشي على الطريق. ماشي بالحلمبوحه بتاعتك. ايه الحلمبوحه؟ ايه؟ حد في سنك ما اعرفش الحلمبوحه. انت عارف ان انا عارفها كنت قلت لك. انما انا ما اعرفش الحلمبوحه جدع انت بالعربيه. خلصان اقول. كنت ماشي على 280 كنت طاير بالعربيه كنت شايف قدامي كنت مونول. هم لقيت لك عيننا على اليمين ولقيت لك فرح على الشمال. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخش في العيلين ولا اخش في الفرح؟ كنت افكر في اقل خسائر. كنت داخل في العيلين عيل مات والتاني طلع يجري على الفرح اسيبه. كنت طاير وراه. كنت مدغدغه هو الفرح عجبتك اقسم بالله. طب والمصحف عجبني. يا عم سيبك من ايه يا عم انت شكلك مالكش. اقول لك ايه؟ تعالى ننزل. اقول لك على حوار تاني. اقول لك على حوار تاني يا عم انت مقافل عليا ليه؟ الواد كبير كريم النرويجي ما سمعتوش عنه؟ ما سمعتوش في طب اليوم ده. ازاي يا جدع النرويجي ازاي وما سمعتوش عنه؟ النرويجي ده بينزل يقفل اجدع منطقه. لا لا ده عنده. بعد ما يقفلها بيعمل ايه؟ بيفتحها تاني؟ لا بيديني المفتاح. ده لا 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 انت اقسم بالله عجبك. ايه يا عم؟ يا عم بقول لك عزيزي عايز يابا. والله يابا يا جدع انت عادي يا جدع بنضحك مع بعض ولا ايه؟ لا اله الا الله. طب انا مره شفت جاموسه ساحبه نفسها وعدت بيها من تحت الباب. انا كذاب. يبقى انا بلموت ليه؟ اكيد.
تصدق انت راجل جيفن هايس خالص يا عم. انت سمعت بيت الكلام اكيد. لا كده بحاب عجبتني منك. ايوه منك على قد سنك. على قد سني؟ لا انت خلي بالك من سني بقى. ماله سنك؟ عايز تخلع ولا ايه؟ والله حلوه عجبتني. لا سني طويل. سني طويل عليه. بقول لك يا صاحبي مش بطلب لك عوله. الله طب ما انا ممكن اغلط برضو. يا جدع ايه بغدا بضحك يا عم سودا ساكت. يا سودا ساكت يا بفي. انت هتمد ايدك واحد يا عم. امد ايدي هيخطب في عمر يا باشا. مالك؟ افتح لي الباب. ما الباب ده عمر يا باشا. مالك يابا؟ مالك يابا؟ مالك يابا؟ بر عنك يلا. بقول لك يا صاحبي يابا مالك؟ لا اله الا الله بعد عنك. بص علينا كده مالك يا الباب؟ ايه يابا بتاخد عني الزيت؟ انا ما خدتش منك زيت ولا حاجه والله. طب ازاي السلاح؟ عشان انا عندي على عز ربي. مش كنت شبع من شويه؟ اقسم بالله عندي عيا. مش كنت شبع من شويه؟ مش شبع من شويه. بقول لك ايه يابا؟ لا بقول لك ايه، اقسم بالله ما بتاعي. امال بتاع مين ده يابا؟ بتاع الراجل ده. بتاع ايه؟ بتاع ابوه. بتاع ابوه. انت بقى اللي عامل لي قلق. اسمه سامر. يا عم يا عم احنا رقاب. طب ايه؟ لا ما تنفعش. الرجاله دي شرفتنا رجاله قوي وشباب زي الفل ونورتوني ونورتوني في الحلقه النهارده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الناس يا عسل. الله يخليك يا ولد. الله يخليك. اسم الكريم ايه بقى؟ اخوك ناصر خلف. ناصر خلف؟ ايوه يا باشا. انت بقى ابو كريم ولا ابو علاء؟ لا ابو مصطفى واحمد. ابو مصطفى واحمد. انا هسمعك قد عسل معلم. ابو مصطفى. مصطفى اب 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 حبيبي يا عم مصطفى. يا ملك ملك. انت ملك. انت ملك. انت ملك المطاريد. طريد ايه يا عم؟ انت ملك الجبل ولا ايه؟ استئذان سلام حضور استئذان. ايه يا عم في ايه؟ والصلاة على النبي. باشا في الدنيا. اركب يابا. اركب يا عم. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ يا عم في كل شيء. ايه يا اسطى في ايه؟ الناس تعبانة. الناس تعبانة. الناس تعبانة. معلش على قلبك. يلا ضليت وين؟ انا وقعت من يا ناس خلاص. انت يا ابني انت اهدى شويه يا ابني. حكايتنا عربه. ايه؟ انت بتركبهم ليه يا اسطى دول؟ كيف البيك ابو مصطفى؟ ما تحتفلش بيا ولا تنايل بيا يا جدع. انت حرق وجري. يا رب انت عم حجري. يا رب انا حجري. حسني. انت حرق وجري. خلينا هنا. عليا عليك 200. عليك عليك يا راجل. ايه يا راجل؟ ساعه فهمك اهو. يلا يا باشا. انا مهفوق. ايوه يا باشا. والله يا باشا. انا مهفوق. قول يا باشا. الله يخرب بيت امي. ايه يا في ايه يا ابني؟ سمعني سلام. ايوه ذهب الجد. لا 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 لا. ايه كلامكم ماسخ يا راجل؟ لا والله في ايه؟ هو انت مش بتقدر الفن؟ بس يا بنت انت ايه حرمه غير اتحشمك فيها؟ وشنب وشنب مراويش مالكش دعوه. شنب 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 انت يا ابني. شنب كبير. شنب كبير. شنب كبير. شنب انت يا ولد. خلاص يا جدعان. انا بقول لك اهو. خلاص يا حمد. نزلوني بقى. انا بقول لكم خلاص يا عم. خلاص انا اعرفك من ايه يا واد انت؟ خلاص يا حاج يا باشا. خلاص روح يا حمد. 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 بتهزروا ايه؟ دي كاميرا خفيه. كاميرا خفيه ايه؟ والله يا ولد الخربور لو وريك. خربور في خدي حقك. والله هنا خربور. اقسم بالله حطوني. انا عشان غريب يا عم. انت غريب ولا لا؟ والله انت مش غريب يا عم. انت امال ايه؟ هو دماغنا والله. هو اللي بيجي لكم تعملوا فيه كده؟ معلش حقك. نذيع الحلقه دي؟ نذيعها؟ يلا بقى.